يا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا، وننتقل من فقراتنا الاولى اللي هي كان عن أهمية الصداقة بين الام والبنت الى نوع ثاني، بس نقدر نقول ان هي صداقة بين الام وطفلها ودخولها في عالم الطفل، وكيف اليوم تقدر تعلمه او تقدر تساعده في انه يسوي حفلة خاصة داخل البيت بالاشياء وبالزينة اللي موجودة داخل البيت. اكيد بتعلمنا فيها الاستاذة عنا فنانة وخبيرة مسرح الطفل والأعمال اليدوي يافا جويلي. أهلا ومرحبا بك ويانا. أهلا يا هبة، ازيك؟ الحمد لله. يعني يافا، اليوم نحن قلنا اليوم بنستانس أكثر لأن بتعلمينا زينة كيف أن الطفل يقدر يسوي حفلة خاصة داخل البيت بالزينة اللي موجودة داخل البيت. مظبوط. هو عادة زي ما بقول لك، الأم لما تعمل شغل مع الطفل بتقرب منه أكثر، وبيكون لما يشوف الشغل ده بيتعلق في بيته أو بيستخدمه بيحس بقيمة شغل إيده أكثر. حلو. والنهارده انا محضره معايا ثلاث انواع من الزينه. حلو. احب اصحابنا اللي في البيت والامهات اللي بيشاهدونا يعني يبتدوا يتحضروا بالماتيريال، الادوات اللي هنستخدمها، وهي عباره عن ورق ضروري. الورق الملون، ايوه، اللي هو اجذبوا اطفالكم بالورق الملون. جميل. ومعايا اقلام فلوماستر عاديه والدباسه. تمام. جميل. وهنستخدم في نوع من الزينه اللي هو ده دبوس، مش كده؟ دبوس زي دبوس مكتب. وممكن نستخدم او حتى اللي يمسك الاوراق هنا، صح؟ اي حاجه بسيطه نقدر نستخدمها. حتى بصوا ممكن تلاقوا بدايل، يعني مش ضروري الماتيريال اللي بحطها تبقى هي نفسها، اللي تعرف تخترع وتلاقي بديل هيبقى ما فيش مشكله. طيب ببساطه شديده عايزه ابتدي معاكم في الزينه دي. جميل. اللي هي ممكن طبعا تكتر وتطول وتبقى تملى البيت كله احتفالا بعيد ميلاد او بمناسبه للبيبي، غالبا هتبقى عيد ميلاده او عيد ميلاد اصحابه. صحيح. طيب هنعمل ايه زي الزينه دي؟ الحلقه. أوكي. نقدر هي زينه الحلقات، هي بكل سلاسه هنجيب ورقه، مش من ادي انا ورقه استخدمتها قبل كده معاكم في البرنامج. الورقه دي احنا بدل ما نرميها هناخدها هقصها كده بحيث انها تشكل خطوط من غير مسطره ولا قلم ولا اي تعب. هنعمل بس اكتر من ورقه بالشكل ده. هاخد الورقه هتنيها وهدبس من الجهه اللي المفروض ندبسها. هاي الحلقه الاولى، صارت هاي حلقه. عندي ورق ثاني من لون مختلف، خلينا نقول هناخده وندبس في الجهه دي، وهعمل كده. وممكن بقى نفضل نستمر في هذه العمليه يعني لحد ما يبقى عندنا، حسب رغبه الطفل مثلا او الام، حسب رغبه الطفل او الام، ويبقى الموضوع يعني مسلي ويتبادلوا فيه فكره الالوان، وانت بتحب انهي لون اكتر، طب وندخل الاحمر ولا لا. وفي النهايه هي سهله ومش هتاخد لا وقت ولا مجهود كتير، وبعدين بتعمل شكل حلو. يعني عارفه لو يعني خلينا نقول انه انا هلزق دي في اللي انا كنت محضراها. والحلو في العابك يافا ان الوحده او حتى الام يقدرون ان يردون يستخدمونها هي نفسها، يعني يصنعونها وما راح تتلف. هي تقدر تحطها مثلا في صندوق معين، وفي اي حفله من حفلات الطفل يقدرون يرجعون لنفس الزينه، تطلعها ثاني لانه تقدر تستخدمها اكثر من مره، وغير مكلفه وبسيطه جدا في الاستخدام، واي طفل من عمر 3 وفيما اكبر يقدر يستخدمها. جميل. والاطفال الاصغر بقى نقعد نلعب مع بعض، ويبقى كده احنا عملنا زينه لطيفه. دي اول واحده عندنا. أوكي. طبعا يا فهني الام والطفل يقدرون يستخدموا الالوان اللي يحبونها. هو احسن طبعا ان احنا زي ما اتكلمنا قبل كده نفتح مساحات لفكره انه الالوان الحلوه الجذابه بتشد الطفل، والاطفال بيحبوا الاطفال يعني يستخدموا غالبا الالوان الجريئه زي الاحمر، الاخضر اللي هو الفاتح مثلا. هذا النوع الاول من الزينه. هذا النوع الاول من الزينه. يلا بينا ندخل على النوع الثاني. طيب النوع الثاني هيبقى بنفس فكرة التسلسل. والله هو اللي نشوفه صعب يعني. لا لا أبدا، نشوفه ده بسيط جدا. أوكي. ونقدر برضو نخليه يعني يكتر معانا. هنعمل إيه يا هبة؟ هبة ممكن تساعديني؟ ونقيتي لي الأصعب. لا لا ده سهل جدا. طيب هنعمل طيب. فكرة المروحة، هنتني الورقة زي المروحة اللي كنا بنعملها أيام المدارس لما نكون حرانين مثلا. طيب. بس نحاول نخلي التانية عريضة شوية. اوكي بالظبط، عشان لسه هنرسم عليها. نتنيها بالشكل ده مثلا ثلاث اربع ثنيات. طيب تمام. هنيجي يا هبه ونرسم بلون مختلف. اتفضلي. نرسم مثلا، انا بحب ارسم فكره يعني شكل الاطفال، فهرسم مثلا النموذج ده بتاع
هذا نموذج الطفل، يعني او زي ما تقولي طفل صغير كده. وممكن اعمل كمان نموذج ثاني بشكل دائري، ممكن برضو حد يلاقيه ابسط. هوريكم حالا الرسمه، وزي ما قلت لكم احنا بنلعب وما بنخافش ان احنا نجرب، ومش هيحصل اي حاجه لما ما فيش غلط في اللعب، يعني احنا بس بنتسلى. ساعديني ارسمي لي انا بعد. طيب حاضر. طيب عشان نرسم اللي اعطيتيني اياه، هنرسم من الجهه، لازم تخلوا انا رسمتي جاهزه. تمام، حاولوا تخلوا الجهه اللي هي ديت هي المتصله، بمعنى يعني في جهه مقفوله من الورقه، ما حدش يقطع الجهه دي لان هي اللي هتعمل التسلسل. مثلا خلينا نقول هنعمل كده برضو. اوكي، هني يافا عادي يتحكمون حتى في الاشكال اللي يبون يرسمونها. اي شكل، بس احرصوا على انه يبقى الشكل متصل من هنا ومن هنا، من الجهتين دول، بحيث انه احنا لما نقص الشكل اهو. في فرق تشوفينه يافا بين الزينة اللي يستخدمونها داخل البيت وتكون من صنع الأم والطفل، وبين الزينة اللي يشترونها من المحلات العادية؟ أنا في رأيي إنه أي حاجة بنصنعها داخل البيت تبقى أحلى وليها طعم تاني، وصنع البيت بيعز عليكي ويعز على الولد، على الطفل، ودايما بيبقى فيه ذكريات نتكلم عنها، وانه فاكر لما عملنا كده، طيب فاكره يا ماما لما انت عملتي ده. والحقيقه انه غير انه بيقوي العلاقه بين الام والطفل، الا انه كمان بيكسب الاطفال ثقه ان هم يقدروا يشتغلوا ويشوفوا شغل ايديهم طالع قدامهم، غير عن الفكره الاستهلاكيه ان احنا نقدر بسهوله نجيب فلوس ونروح نشتري. دوت بيقضي وقت لطيف مع الام، وكمان بينجز شغل صنع ايده، بيفضل محتفظ فيه وبيغير بشخصيته. اكيد بتلاقي فيه اختلاف يعني ما بين الطفل المتعود على الشراء غير الطفل اللي متعود على صنع الاشياء بايده، حتى لو كان ترتيب الاوضه او انه هو يعني يعمل اي شغل بسيط بالبيت. جميل. ولو عمل بقى زينه خاصه بعيد ميلاده مثلا زي الشكل ده، تمام؟ جميل. اللي هو انا برضو يعني عملت منه الجزء ده، ممكن نلصقهم في بعض وتبقى زينه اطول، يعني مثلا لو جينا عملنا كده حتى يقدر يكتب فيه اسم ربعه، او حتى تقدر تكتب فيه اسم ربيعاتها، نقدر وتعلقها، ونقدر ندخل الوان ونكتب اسماء. ويعني عارفه اللعب لا ينتهي والافكار لا تنتهي لو احنا بس قررنا انه نفتح المجال لفكره انه احنا نبتكر. يعني مثلا عملت انا دي، هذا النوع ودي الاول والنوع الثاني، تمام، وكلها بالورق وماتيريال بسيطه جدا، وما فيهاش اي يعني ما فيهاش اي تعب، يعني اللي مش عارف يعملها دي بصوا جربوا يطلبوا سعادة يافا، اكيد ثقوا فيها هتلاقوها سهله. اوكي، في بعد لعبه ثالثه او زينه ثالثه بالاحرى، ثالثه بسيطه جدا، وهي قائمه برضو على فكره المروحه. اوكي، خليني افضي بقى ايه مساحه عشان نعرف نشتغلها. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل مروحه برضو بالشكل ده، هستخدم الورقه كامله، تمام؟ طيب، وهعملها بالشكل ده بحيث انها تبقى بس مروحه، ودي ممكن بقى نعلقها في النهايه لما تخلص، هتنيها من هنا. اوكي، هتبقى بالشكل ده، هاجي من الناحيه المفتوحه منها واحاول ادبسها من هنا تدبيسه بسيطه، بحيث لما تتفتح هتدينا شكل زهري. حلو، عامل كده. اوكي، عايزه هي لوحدها زي بالشكل ده تقدر تبقى زينه، بان احنا نجيب الدبوس اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول يا هبه، هحطه هنا. اوكي، هحطه هنا في الاول، تمام. حلو، واقدر اثبتها او اعلقها من طرف الدبوس بحيث انها تبقى زينه يتم تعليقها من خلال الدبوس ده. عايزه اكترها او اكبرها، هعمل ايه؟ هخليها اللي هي انجزتها معايا اوريدي. هيا فتنصحينا مثلا اذا نعتبرها زينه، وين نقدر نحط الزينه هاي؟ بصي انا فكرت ان انا اقدر احطها على الترابيزات مثلا في الاول، واقدر من خلال الدبوسين اللي انا اخترتهم دول اعلقها لو حابه اعلقها. هي كلها زي ما بقول لك افكار مبدئيه، وانا مش همي الحقيقه انه بس الاطفال والام ينفذوا الافكار وخلاص، انا همي ان هم يطوروا افكارهم، بمعنى ان انا ما بديش الفكره عشان يتم تطبيقها بحذافيرها، انا بس بفتح الابواب لاختراعات وافكار جديده، لانه الفن ملهوش يعني ملهوش خط نهايه،
وانا متاكده ان كل حد يقدر يفكر ويعمل احلى من اللي انا بعمله 20 مره، بس هي المبادره. صحيح، هيا بينا نبادر عشان نصنع حاجات اجمل. وبعدين الوقت اللي هتقضيه مع طفلك وانت بتعملي ده، اي ام في البيت، ده لا يقدر بثمن، يعني احسن من اللي هيطلع 20 مره، واحسن ما تاخديه تشتري له بس لعبه جاهزه. يعني مثلا انا كده وصلت لمرحله من انها تبقى بالشكل ده، اقدر اكبرها لحد ما تكمل وتبقى كلها ورده كامله. يستخدمون كذا ورق من كذا لون. تمام، انا عملت برضو النموذج ده بحيث ان انا اوريه لاصحابنا. حلو. وعندي برضو اقدر اكمل الورده دي بحيث انها تبقى فكره كامله. تمام، فيبقى كده عندنا فكرتين. فممكن نستخدم كذا يعني كذا نوع من الورق. نقدر نكشكش الورق نفسه، بمعنى انه مثلا الورقه دي مش عجباني مثلا، او يعني هي حلوه بس انا عايزه ازود عليها، هعمل ايه؟ ممكن اجي اقص الورقه نفسها. يعني اخترعوا، انا بس بحاول اقول لكم انه الاختراع واجب وضروري. ممكن لو عملتوا بس فيها قصه او قصتوها حته صغننه، حلو، هتديكم مساحات تانية تقدروا تدخلوا فيها الوان. كده الافكار ما بتخلص. مثلا من الفكره اللي هي بتاعه الزينه دي، انا كمان استوحيت اشكال، مثلا حاولت اخليها دايره، ممكن نعملها قلب ونقدر نزودها كتير جدا. اوكي، عندي افكار زي انواع هندسيه مثلا. جميل. لو عايزين نخليها زينه يعني كلاسيك. جميل. فتبقى عامله كده. تسلميه، الله يخليك. يا يعطيك العافيه يا يافا، ويعطيك العافيه على الزينه الحلوه اللي اعطيتينا اياها وزينتي فيها الاستديو. اتفضلوا يا جماعه، انا مستعده جدا، اتفضلوا هاخدها. كل شكر على حضورك اليوم. الله يخليك يا هبه. رايك نشوف تقرير عن معرض جيتكس عن التقنيات، اذا حبيت تشترين اي تقنيات حديثه، شو رايك يافا؟ انا بفكر. خلينا نروح نشوف، عندنا تقرير عن معرض جيتكس عن التقنيات والاحدث التقنيات اللي موجوده حاليا في عصرنا الحالي. نشوفه ونرجع ان شاء الله مع فقره مع زميلتي فاطمه.